جولة تفقدية داخل أقسام مستشفى معهد ناصر الحكومي. رصدت كاميرا صباح دريم سير المنظومة العلاجية داخل هذا الصرح سعيا وراء نقل الواقع بما له وما عليه. احنا مستشفى معهد ناصر من اوائل المستشفيات اللي دخلت في مجال السياحة العلاجية في مصر. احنا بنستقبل مرضى وافدين من جميع انحاء العالم بما فيهم الاهم بتاعنا افريقيا. في مرضى وافدين كتير بيجي وبيقصدوا مصر بعينيهم ان هم ييجوا يتعالجوا عندنا هنا. الدور عندنا مكون من اجنحة ومتميزة وأجنحة رويل، وعندنا أجنحة متوسطة بالإضافة إلى الغرف العادية. ده عشان تسوت وتناسب أي مستوى بالنسبة للفندقة وللإقامة. طبعا الخدمة الطبية واحدة، لكن بنقدم فرايتيز كتير بتناسب كل البادجت والإمكانيات والميزانية بتاعت كل مريض حبيب يجي معنا هنا. مركز صحة المرأة منشأ سنة 97، كان الغرض منه تقديم خدمة مميزة للسيدة في جميع مراحل عمرها، قبل الزواج وفترة الزواج وما بعد انقطاع الدورة. اولا احنا عندنا الاسم حاجتين، غير ان احنا اسم جراحة اصلا، يعني بنقوم بعمليات كتير جدا ناس ما تعرفش مثلا ان احنا عندنا شفط دهون وشد بطن وتجميل انف وتجميل اذن وتجميل جفون، حاجات كتير كويسة جدا وباسعار يعني طبعا اقل من بره كتير. غير طبعا القسم التاني بقى اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي ده حاليا اللي هو الليزر. الليزر ده طبعا بيقوم به هنا برضو استشاريين كبار جدا من جراحة التجميل ومن الجلدية. عملية زراعة الكبد دي عملية معقدة جدا، تختلف عن اي حتى يعني عن زراعة الكلى او كده، وبتحتاج تضافر او من تيم قوي جدا يشمل الجراحة العامة والكبد والبطنة، التخدير، التيم من الأشعة. الاجهزه طبعا بتبقى اجهزه ملي اكتر، اجهزه العمليات بتبقى على شكل اكبر. لازم تعجب بعض المواطنين المترددين على هذا الصرح الحكومي العلاجي كان هو الابرز في سياق هذا التقرير. الحمد لله الخدمه كويسه جدا، وبعدين عندنا تمريض بسم الله ما شاء الله. في المكان على المكان اللي انا فيه اللي هو المكان في اللي انا فيه ده تمريض بسم الله عالي جدا. والله هي نظيفة كويسة صحة ربنا، ويعني أنا شايف راحت فيها. ما بحبش أكشف برا من غلو الدكاترة، يعني بص لي أروح لواحد الدكتور ذا عظام بياخد 400 جنيه، ما أقدرش أدفع 400 جنيه. على الرغم من وجود قصور في المنظومة الطبية الحكومية، إلا أن معهد ناصر بدأ عمليا في أن يحيد عن هذا الداء، آملين أن تلحق به المنظومة الصحية في مصر على حد سواء. جاكلين ماهر، صباح دريم.